مرحبا، أنا نورة العمر في فقرة لقاءات نورة. واليوم موضوعنا عن راح نسأل الأطفال هل يشوفون نفسهم خارقين الذكاء، يعني مرة ذكيين، وإيش المواقف اللي مروا فيها حسوا نفسهم واو أنا مرة ذكية كذا. فتعالوا معنا نروح نشوف. إيش اسمك؟ سبيل جوش. لنا الفايز. هديل. شيهانة. ريم. كم عمرك؟ 12 سنة. 10. 8. 8. 8. 9. صف كم؟ سادس. رابع. ثالث. ثاني. 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 هل تحسين نفسك خارقة الذكاء؟ إيه. إيه. لا. ليش؟ يعني؟ شوي. مو شوي مرة، كثير. إيه. إلا. إيش الموقف اللي قد مر عليك حسيت نفسك أوه ماي جاد نس أنا ذكية؟ يوم كنت في البيت كنت ناسية شيء لمدة سنين وتذكرته وحسيت إني ذكية. طب وش هو؟ هذا أتوقع إنه دفتر أو إني كاتبة عليه كذا أغراض حقت زميلاتي وأشياء زي كذا. أنا حسيت ذكية عشان في حصة الرياضيات قد جاوبت على سؤال صعب. طيب ايش السؤال؟ كان السؤال 3 ضرب 6. كم الجواب؟ 18. صح. 5 ضرب 5 كم؟ يساوي 25. والله ذكية والله. يعني عشان يعني لما اسوي واجب رياضيات يصير مو مرة. عشان ذكية بالرياضيات بس مرة واحدة. طيب ايش هو؟ كم عدد زائد 5 زائد 5 بس؟ عشان قد مرة يعني بنت خالاتي الصغار سويت لهم يعني بيت يلعبون فيه. كيف اخترعتيه؟ فكرت فيه. كيف كان؟ يعني في كور وفي كرة سلة وزحليقة. عشان خارق الذكاء بالرياضيات.